مشاهدينا الآن تنضم إلينا من فريق العربية نت الزميلة رشا خياط. رشا صباح الخير. هلا صباح الخير. صباح الخير رشا. مواضيع كثير اليوم معك بس رح نبلش بموضوع جدة، مهرجان التسوق الخاص فيها. رشا 360 مركز تجاري و70 مدينة ترفيهية، أرقام كبيرة. أيوة طبعا، زي كل سنة تستعد مدينة جدة أنها تستقبل مهرجان جدة للتسوق، وحيكون تحت اسم هي جدة 2012. وطبعا هذا المهرجان حيفتتح السنة الجاية منتصف، يعني بعد شهر، يعني نص الشهر الجاي. وطبعا كل العوائل تقريبا بتستنى هذا المهرجان عشان في تخفيضات على الأثاث والملابس والعطرات والإكسسوارات وتقريبا كل شيء يعني. وحتى قيمة المشتريات يعني التخفيضات بتكون حوالي 70% على هذه الأشياء. تخفيضات كبيرة. وطبعا هذا غير البرامج التسويقية والترفيهية وحتى ألعاب رياضية وحتى عروض للأطفال عاملين، وحتى في عروض فلكلورية وألوان شعبية وكذا، يعني طابع مختلف عن السنة اللي فاتت. وحتى الرسوم الدخول لهذه البرامج الترفيهية وكذا انخفضت عن السنة اللي فاتت عشان انه يقدروا كل العوائل يقدروا. ايوه يروحوا. كيف كان تفاعل الناس مع الخبر والتعليقات؟ والله في التعليقات في كثير ناس انه متحمسين على هذا المهرجان بما انه كمان خفضوا التكاليف الرسوم، ففي ناس يعني كثير متشجعين انهم يروحوا يشوفوا المهرجان. وحتى في تشجيع كبير للسعوديين والسعوديات انهم يشتغلوا في المهرجانات ومن ناحيه بشكل تطوعي لا شيء يعني يكونوا موجودين بشكل تطوعي. هم قالوا منظمين. منظمين اعتقد كمان انه باجر. ايوه وفي اكيد متطوعين كمان. ففي نسبه سعوده كبيره. أيوة. وهذا شيء يعني يشجع الشبات طبعا والشبات. تعرفي مجدن وانا ورشا من نفس المدينه من جده اللي بنتكلم عنها. فهذا المهرجان انتم اثنين اكيد رح تحضروا هذا اقل شيء. احنا يعني اي شيء فيه يمكن تسوق فحروق. طيب نقول على موضوع ثاني برضه له علاقه بالتسوق والاشياء هذه. يقول لك الكويتيين ينفقوا 15% من مدخولهم على الترفيه. ايوه زي ما قلتي انه بنتكلم عن تسوق الترفيه. الكويتيين طبعا بتتصدر يعني اكثر الناس اللي يصرفوا على التسوق ومراكز الترفيه وكذا. فبالنسبة لدراسة طبعاً عملتها شركة ماستر كارد، قالت إنه الكويتين أكثر شيء يصرفوا في مراكز التسلية والسينما وحتى الأندية الصحية وصالات الألعاب الرياضية والألعاب الفيديو. صالات ألعاب الفيديو، فصالات ألعاب الفيديو حوالي 14% من الكويتين بيصرفوا يعني فيها، و33% تروح للأندية الصحية. حلو. ومن ناحية الأنشطة الترفيهية فكان التسوق رقم واحد، ف 64% من مصروفهم يعني بيصرفوه في هذا اللي حكيت عليه سارة، التسوق رقم واحد. أيوه. وبعدين طبعا يجي بعدها تصفح الانترنت. بس هذا الرجال والنساء ولا بس النساء لوحدهم؟ لا كعامه الاثنين. لا بالضبط يعني كلنا زي بعض، ما في احد احسن من الثاني. فتسوق رقم واحد، وبعدها يجي الانترنت، بعدين الطعام، بعدين في الرياضه، وفي طبعا القراءه. وحوالي 15% من راتبهم بيصرفوا على هذه الأشياء. وأكثر الناس اللي يصرفوا في هذه الأشياء فئة الشباب اللي هي تكون من 18 ل 24. أيوة. فهذه أكثر فئة بيصرفوا على. كيف تفاعلوا قراء رشا مع هذا الخبر خصوصي في تسوق وفي صرف وفي؟ على طول يعني أنا لما قاعدة أقرأ التعليقات شفت إنه في كثير ناس يعني بيحطوا اللوم على النساء وفي ناس بيحطوا اللوم على الرجال، فكان في زي نقاش. أيوة النساء. أيوة. والرجال. أيوة فإنه قالوا إنه لا هم البنات هم اللي بيصرفوا أكثر من الرجال والنساء يردوا على، يعني صار في زي نقاش. فيعني أيوة. حلو نترك على حرية الآراء. طيب وكيف الفئة العمرية الكبيرة كانت كمان مشاركة في هذا الإنفاق؟ أيوة طبعا هو كمجمل يعني هو يعني أكثر نسبة اللي هي تصرف على مراكز التسلية وكذا كانوا ما بين 18-24. أيوة. يعني هذه بس أكثر شيء، بس لسه الأكبر والأصغر أكثر شيء يصرفوا لأنه بيصرفوا من جيوب أهاليهم. وكل بس يشتغلوا بيعرفوا قيمة الفلوس يعني بشكل سهلة دحين الصرف. رح نضل مع مواضيع الصرف على التكنولوجيا بس هالمرة رشا. أبل أطلقت نسخة جديدة من الآي بوك 1.5. ايوه هو تطبيق اسمه اي بوك اللي هو واحد يقدر يقرا كتب اونلاين على سريع على الايباد، بس هذه المره التطبيق الواحد يقدر يقراها بالظلام عادي، يعني واحد يقراها في الظلام. وميزتها انه الشاشه تكون سوداء والكتابه تكون بالرمادي الفاتح. أيوة. فهذا الشيء ما يتعب العين ويخلي الواحد يقدر يركز في القراءه